في الرحلة المنتظرة نحو إعلان قداسة البطريرك إصفهان الضويهي عدة مراحل، من مكرم إلى تطويبه المرتقب في الثاني من آب ثم نحو القداسة. لبنان بلد القديسين والطوباويين، بس قليل تنعرف كيف بيصير الشخص مكرم طوباوي وبعدين قديس. خلونا اليوم نتعرف سوا على البطرك إصفهان الضويهي، كيف أعلن مكرم وهلأ طوباوي وإن شاء الله قريباً قديس. القصة عمرها فوق 300 سنة وبلشت مع مساعد البطريرك يلي كان شاهد على كل تفصيل من حياته. هو واحد من يلي عاشوا أعاجيبه هو وعيش وأبرزها إنقاذه ورفقاته من الغرق. هالمساعد كان إكليريكي ومن بعد وفاة البطرك كتب قصته، وبس صار هو البطرك سمعان العواد قدم دعوة تقديس البطريرك الضويهي إلى روما، ومثل أي دعوة بدها وقت للدراسة والتأكيد على كل التفاصيل، ولم تتابع الدعوة بسبب الاحتلال العثماني وغيرها من الأحداث. عام 1982 عاد المجمع البطريركي ليحرك دعوة إعلان قداسة البطريرك الضويهي لأمكان إدخال ملفه للدوائر المختصة بروما، وبدأ البحث فيها على الصعيد البطريركي سنة 2000، وبعد سنتين انقبلت من بعد ما مرت بالمرحلة الأبرشية ومن بعد المرحلة الرومانية بالفاتيكان. بثلاثة تموز 2008 أعلن البطرك الضويهي مكرم، وبعد حوالي 10 سنين بلشت مرحلة تانية يلي هي إعلان التطويب والتقديس. من 2008 لل 2018 قامت المحكمة المحلية بدراسة ملف التطويب، ومن بعدها لجنة الأطباء المكلفة من الفاتيكان أعادت دراسة الملف. وتحديداً الشفاء يلي صار مع المريضة الزغرتوية روزات الضويهي كرم بشفاعة المكرم البطرك إصفهان الضويهي، وأثبتت إنها أعجوبة. رقبتي ضلت شهرين مصنجة وإيدي ما فيني عليها أكتر من هيك، وجري لفوا على بعضهم، عملنا المسبحة وحطت لي تروب بالقهوة وصرت مرقة على إيدي. مرقت على إيدي حسيت شي مي غالي ونازلي على جسمي، السيني عم بفشخ فشختين قلبت على الأرض. على من قمت لعالهدى العمر تخيت إجري عليت إيدي أركضت على تمثيل البطرك، صحت التروبيت حطيت إيدي قلت له أنا بشكرك كتير عن نعمي اللي حطيتني إياه. وهيك صار اليوم البطرك الضويهي طوباوي لكل الموارنة وقريباً قديس للعالم كله. نحن ابتداء من هالساعة منبلش نسجل الأعاجيب أو الشفاءات، وهتجي للشفاءات بدنا أعجوبة كمان مثل الأعجوبة اللي مرقت للتطويب، كذلك تكون موثقة وكاملة، وهالأعجوبة هي اللي بتكون مثل باس مرور إلى القداسة إلى التقديس. متأمل إنه يعطينا الضويهي قديس جديد للبنان وعظيم، لأنه بيستاهل الضويهي، هو النسر الحلق فوق كل الطيور، فهو يحلق في سماء لبنان ونور جديد من أنوبين للبنانيين.